كان في مشاكل جدا كثير، قراره جايه من بعيد. فاعلنت الامبراطوريه النمساويه حربها على صربيا، فاتصل الالمان على النمساويين والمديرين قالوا لهم يا جدعان بالله شوفوا شغلكم مع الدب الروسي. وهنا نرجع للاحداث مع المانيا اللي صاير في فرنسا. كان باختصار المانيا قاعد تحارب اربع دول، وثلاثة منها دول عظمى، يعني انت تتكلم على فرنسا بلجيكا بريطانيا وروسيا، فكان الموضوع يعني على كان موضوع صعب. فالجبهة اللي كانت تحارب فيها المانيا كانت تحارب فيها ثلاث دول اللي هو المانيا وفرنسا وبلجيكا، وكانت المانيا ترى تدعم فرنسا يعني بشيء جدا كبير في عدد جدا كبير، فكان صاير حرب مو طبيعية وجلد مو طبيعي بينهم. الى ان بدا يتراجع الجيش الالماني وصار زحفه حتى انهم وصلوا على حدود معينه، وبدات هنا احد اخطر واسوأ الحروب اللي ما حد ابدا يتمنى انه يخوضها، واللي هي حرب الخنادق. حرب الخنادق يا جماعه الخير انا ما اتمنى احد يخوضها، والله حرب سيئه جدا. اول شيء الحرب ممله، ثاني شيء الحرب فيها خسائر فادحه، ثالث شيء الحرب طفش يا اخي، ما فيها شيء يعني ما فيها مكاسب. الحرب هي بكل اختصار انا احفر خندق عندي وانت تحفر خندق عندك، وفي منطقه اللي هي بيني وبينك، هذه المنطقه تسمى بالمنطقه المحرمه، تبي تموت تفضل روح لها ما عندك مشكله. فكان الموضوع زي كذا حرفيا. فيعني كان الموضوع صعب، اللي هو انك انت تقعد بخندق، تقعد خندق وتقعدون تقتلون بعض لين تخلص رصاصكم، الجيش ينحاش تلحقون وراهم، والهدف بس انك تسيطر يمكن على كيلو ولا نص كيلو. يعني كان الموضوع تقدرون تقولون حرب استنزاف. فحرب الخنادق هي مفيدة نوعا ما إذا أنت كنت خسران، راح تفيدك نوعا ما. المهم استمرت ألمانيا في حرب الخنادق، وحرب الخنادق كانت قاعد تسبب لهم خسائر فادحة. أول شيء كان عندهم الغذاء شوي صعب، ثاني شيء كان في حشرات جدا كثير في الخنادق وعقارب وجرذان وأمراض جدا كثير، إصابات جدا كبيرة. الجيش كان يعني فقد معنوياته بشكل جدا كبير لانها حرب مملة ما فيها أي شيء، لدرجة إني يعني سمعت قصة أنا ما أدري صراحة إذا كانت صحيحة ولا لا، يقول لك إنه كانوا الفرنسيين كانوا تخيلوا كانوا يستخدمون نوع من انواع المسدسات، بتطلع لكم صورته في الشاشه، يحطون فيه رصاصه واحده ويفرون المسدس ويلا نبدا نوزع، انا بحطه في فمي يلا انت يلا اطلق، اوه ما مات يلا الثاني، اوه ما مات الثالث مات، يقعدون يضحكون اه والله مات يلا جرب، معنويات صفر مره، تحدي امكم بيض والله تحدي سامج ذا. يعني ما ادري صراحه ايش كان جوهم. المهم كانت معنويات مره سيئه وكانت طايحه وكانوا كلهم فاقدين الامل، وهذه كانت مصيبه بحد ذاتها. كان في مشاكل جدا كبيره بين العثمانيين والروس، كانوا ما يطيقون بعض وبينهم حروب ومشاكل. فقررت الدوله العثمانيه انها تستغل الفرصه. ليش تستغل الفرصه؟ لان القوات النمساويه المجريه استطاعت انها تهزم الجيش الروسي وبدت تدفع للخلف، فقرر العثمانيين انهم يعلنون الحرب على روسيا، وكذا هم ينضمون الى قوى المركز ويحاربون قوى التحالف. في هذيك الفترة كانت الكويت وايضا مصر كانت تحت الاحتلال او الاستعمار البريطاني، فالدولة العثمانية كانت تحارب على ما اعتقد على ثلاث جبهات، جبهة في القوقاز وجبهة في سيناء وجبهة في الكويت، فكانت تقدرون تقولون الموضوع في لخبطة مو طبيعية حاصلة. واغلب الحروب اللي خاضوها مع البريطانيين انتهت غالبيتها بلا نتائج، كانوا يعني في بعضها تكون نتائج ولكن غالبيتها ما كان في تقدم واضح. يعني لو ترجعون لبداية المقطع لو كنت مركز قلت لك ان ايطاليا كانت مع قوى المركز، ولكن ايطاليا كانت محايدة طول الحرب، قوى المركز اللي هي المانيا والامبراطورية المجرية وغيرهم، فقررت ايطاليا انها تترك قوى المركز وانها تتعاون مع قوى التحالف، وانهم يعلنون الحرب على الامبراطورية النمساوية المجرية، لان قوى التحالف وعدوا ايطاليا في حال انهم انتصروا في الحرب راح يضمون لهم اراضي جديدة لايطاليا. ايضا بلغاريا قررت الاتحاد مع قوى المركز الامبراطورية النمساوية المجرية وبلغاريا، واستطاعوا في هذيك الفترة انهم يحتلون صربيا وانهم يقومون بالغزو عليهم، وبالفعل كان الغزو على صربيا غزو ناجح. هذيك الفترة شافوا بعض البرتغاليين سفن اللي هي ألمانية وقرروا انهم يصادرون هذه السفن، وفي المقابل اعلنت ألمانيا حربها على البرتغال لان البرتغال صادر سفن. لان البرتغال صادر سفن حقتهم، يعني لو يعني انا اتوقع لو رميت عليه منديل ممكن يعلن عليك الحرب. هذا موضوع كان كله نار كله حروب. بعد فشل البريطانيين على تقدمهم تجاه العثمانيين، واقدر اقول لكم ان كثير من المعارك اللي خاضوها البريطانيين مع العثمانيين فشلت، قرر البريطانيين انهم يدعمون الثورة العربية الكبرى. الثورة العربية الكبرى بكل اختصار هي عبارة عن ثورة
في الدول العربية كانت تطالب الاستقلال من العثمانيين بسبب الظلم والاضطهاد اللي كان يحصل على العرب، فكان العثمانيين يجبرون العرب على التجنيد، وأيضا كان حاصل مجاعات جدا كثيرة في سوريا، بالإضافة أنهم كانوا يحطون العرب على الجبهات الأولى للمعارك والحروب وكانوا يجبرونهم على الحرب، ويعني العرب ما كان لهم علاقة. فكان العرب عندهم ثورة اللي هي اسمها الثورة العربية الكبرى، وهذه ثورة مسلحة كانوا يطردون فيها العثمانيين من المناطق، وكانوا يطالبون بالاستقلال وأن يكون للعرب دولة واحدة، دولة عربية تضم جميع الدول العربية. وبالفعل استطاع العرب والبريطانيين أنهم ينتصرون في معارك جدا كبيرة على العثمانيين، وبعدها حصلت معركة تسمى بمعركة يوتلاند على ما أعتقد، واللي هي كانت معركة بين ألمانيا وبريطانيا. وزي ما قلت لكم بريطانيا كانت تملك أحد أقوى أساطيل البحار في العالم وقتها، كان أسطولها البحري أسطول قوي جدا، وهي أصلا كانت خايفة من ألمانيا أنه أسطولها ينافسها، وبالفعل الأسطول الألماني كان ينافس الأسطول البريطاني. وبعد ما حصلت هذه المعركة حصلت خسائر جدا كبيرة على البريطانيين، ولكن استطاع البريطانيين إجبار الألمان على الانسحاب وأنهم يسيطرون على البحر يعني. وفي عام 1916 قررت رومانيا الانضمام إلى قوات التحالف والحرب على قوى المركز. وفي هذه الفترة كانت أمريكا أحد الدول المحايدة اللي قاعدين يقولون حنا ما لنا علاقة في الحرب وإن حنا محايدين، ولكن كان الحقيقة نوعا ما عكس ذلك تماما، لأن أمريكا كانت تبيع الأسلحة لقوى التحالف، وكانت دائما ما تمدهم بالسلاح وأيضا الذخيرة، وكانت أيضا تقرضهم تعطيهم فلوس ويأخذون قروض. فهذيك الفترة أمريكا بدأت تنتعش حتى اقتصاديا، وبدأت تتطور وتصير أفضل من أول. هذيك الفترة على ما أعتقد صارت أمريكا أقوى دولة من حيث القوى الاقتصادية، ولهذا السبب قررت ألمانيا في عام 1917 إرسال وثيقة، أو أقدر أقول لكم أنها برقية للمكسيك، يعني كانت تقدرون تقولون مراسلات بين المكسيك وألمانيا، وكانت تطلب ألمانيا من المكسيك أنهم يخوضون حرب مع أمريكا. ولكن هم راسلين هذه البرقية تم اعتراضها من الأسطول البريطاني، وشافوا الرسالة واكتشفوا أنه في رسالة قاعدين يقولون عن الحرب، فقرروا أنه يأخذون الرسالة يودون الأمريكان، قالوا لهم شوفوا هذول الألمان إيش يقولون عنكم. فقررت أمريكا في ذاك الوقت أنها تعلن الحرب على ألمانيا وأنها تنضم إلى قوى التحالف. وأقدر أقول لكم أن دخول أمريكا هذه الحرب كان دخول حاسم جدا. أمريكا وقتها كانت دولة اقتصادية قوية ومنتعشة بشكل جدا كبير، قاعد تبيع أسلحة لفرنسا وقاعد تبيع أسلحة لبريطانيا والقوى التحالف، فكانت باختصار أمريكا قاعد تدر مليارات، وكانت ترى أسلحتها جدا متطورة مقارنة بهذه الدول. فكانت أمريكا وقتها دخولها يعتبر دخول حاسم، وأقدر أقول لكم أن دخولها كان هو إنهاء الحرب، ولكن كان فيه سلبية نوعا ما، أن أمريكا أثناء دخولها للحرب كانت تحتاج وقت طويل بسبب بعد المسافة، حتى أنها يعني زي ما يقول لكم تدخل الحرب لأن تبي تجهز الجيش وكذا، تعرفون المسافة بعيدة بين أمريكا وأوروبا. في هذيك الفترة كانت روسيا قاعدة تتراجع بشكل جدا كبير، فكانت روسيا تحارب العثمانيين، وأيضا تحارب الإمبراطورية النمساوية المجرية، وأيضا تحارب ألمانيا، وكانت تحارب عدة دول، فكانت قاعدة تتراجع بشكل جدا كبير. وبهذيك الفترة حصل ثورة جدا كبيرة في روسيا سميت ثورة فبراير، واستطاعوا خلالها الانقلاب على القيصر وخلعه، وبعد فترة وجيزة قرروا انهم يسوون هدنة مع الألمان. في هذيك الفترة بعد ما سووا الهدنة حصلت امور جدا كثيرة، ومنها استقلال عدة دول من ضمنها اوكرانيا استقلت عنهم، وايضا روسيا البيضاء، ودول كثيرة يعني استقلت، واعلنت روسيا عن الاتحاد السوفيتي. اما في العالم العربي نجحت ترى الثورة العربية الكبرى، وتم ردع العثمانيين الى خارج الدول العربية، ولكن الجبهة في فلسطين كانت جدا قوية. في هذيك الفترة حصل الوعد المشؤوم اللي هو عار على العرب كلهم، واللي هو وعد بلفور اللي وعدت فيه بريطانيا الجالية اليهودية الموجودة في فلسطين وجميع اليهود الموجودين في العالم، او اقدر اقول لكم الصهاينة افضل لانه وصفه دق، أن راح يكون لهم وطن واحد وموجود في فلسطين. على الرغم أن كان البريطانيين وعدين العرب بإنشاء دولة عربية بعد طرد العثمانيين. بعد أن نجحت الثورة العربية الكبرى سقطت الدولة العثمانية، وأيضا سقطت الإمبراطورية النمساوية المجرية بعد أن حصل عليها ضغط جدا كبير، وأعلنوا عن هدنة، وحصلت اتفاقية سايكوس بيك واللي كان هدفها تقسيم العالم العربي إلى قسمين، قسم لفرنسا وقسم لبريطانيا، وكذا يكون البريطانيين ما نفذوا الوعد اللي كان للعرب
لإنشاء دولة عربية واحدة مستقلة. أيضا وعد اليهود بإنشاء دولة يهودية في فلسطين. وبكذا يكون البريطانيين ضربوا الوعود العربية في عرض الحائط وأكلنا تراب يعني. وفذيك الأثناء أقدر أقول لكم أن ألمانيا أصبحت نوعا ما تحارب وحيدة، لأن الإمبراطورية النمساوية المجرية ما عاد صارت تحارب معهم، وأيضا الدولة العثمانية سقطت ما عاد صارت تحارب معهم. وفي هذيك الفترة تحديدا بعد هزيمة روسيا في الحرب، صارت ألمانيا تحارب فقط على جبهة واحدة وتحديدا في فرنسا، وقررت أن تخلي كل تركيزها على هذه الجبهة. ولكن كان في سلبية عند الألمان جدا كبيرة، واللي هو كان عندهم نقص جدا كبير بالمواد الغذائية وأيضا نقص في السلاح، وهذا كان سبب كبير جدا في هزيمتهم. فكانوا كل ما يتقدمون الألمان ويضمون مناطق وأراضي جديدة كانوا يخسرون ذخائر ومواد غذائية ويخسرون أشياء جدا كبيرة، على الرغم أنهم يتقدمون ولكنهم بالحقيقة كانوا قاعدين يخسرون ويضعفون بشكل أكبر. وبالفعل وصلت الجيوش الأمريكية وبدأوا الضغط على ألمانيا، وهذيك الفترة الشعب بدأ يعاني لأن كان في حصار اقتصادي قوي جدا على ألمانيا، فكان في نقص في المواد الغذائية، وبنفس الوقت الشعب اكفلت معاه خلاص ما يبغون حروب. في نوفمبر من عام 1918 أجبر الشعب القيصر الألماني على التنحي من منصبه، وبالفعل قامت حكومة جديدة وأعلنت الحكومة أن حنا ما عدنا بالحرب وأن اللي بيسوي هدنة، وبالفعل وافقوا قوات التحالف، وبالفعل قاموا بعمل هدنة مع ألمانيا. وفي هذيك الفترة كانت ألمانيا ترى ما تضررت أبدا، يعني أجزاء بسيطة تكاد لا تذكر اللي تضررت من ألمانيا، فكانت المصانع الألمانية ترى قوية جدا ما ضررت ولا جتها مشاكل يعني. فكانت ألمانيا من ناحية داخلية كويسة، ولكن زي ما قلت لكم كان عندهم المواد الغذائية هي اللي ناقصة بس، وكان الشعب خلاص طفش من كثر الحروب لأن كثير من الأشخاص ماتوا وفقدوا أرواح جدا كبيرة. وبعد انتهاء الحرب زي ما قلت لكم الهدنة تم فرض عقوبات على ألمانيا، وأجبرت ألمانيا على دفع جميع التعويضات اللي حصلت في الحرب، وخسرت ألمانيا ما يقارب 15% من أراضيها. خسائر الحرب يا جماعة الخير ما في أرقام دقيقة، ولكن في أرقام تقديرية. كثير من الأشخاص يقولون أن الخسائر كانت بين 16 إلى 20 مليون شخص، غير ملايين من الجرحى وملايين من المفقودين اللي كانوا في هذه الحرب. بسبب هذه الحرب حصلت مشاكل جدا كثيرة، والعقوبات الاقتصادية اللي حصلت على ألمانيا ترى كانت سبب رئيسي في قيام الحرب العالمية الثانية بعد 20 سنة فقط من قيام الحرب العالمية الأولى. العقوبات الاقتصادية تسببت في إذلال جدا كبير للألمان، وهذا اللي جعل فيهم زي ما يقول لكم ود في الانتقام وإنهم يأخذون حقه. كذا تقريبا انتهى المقطع، تقريبا كذا قلت لكم كل شيء يعني مهم في الحرب العالمية الأولى. إن شاء الله أني ما نسيت شيء، إن شاء الله أني ما أخطأت في معلومة. في حال أن أخطأت في معلومة ولا شيء عندك تعليقات ممكن تصحح لي. شكرا لكم، شكرا لكل مضغط زر لايك، اللي ما ضغط لا ينسى يضغط زر لايك. تويتر يا جماعة الخير تشرفوني تنوروني. هنا وصلنا لهذا المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، اذا عجبكم المقطع اعطوني زر لايك، ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع جاية. احييكم اينما كنتم اينما تكونون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.